ربنا سبحانه وتعالى اتكلم عن لحظة عمل الخير فيك بكلام في القرآن يخلي الإنسان ما يفرطش في كل لحظة بيتعرض عليه فرصة عمل الخير. قال ربنا سبحانه وتعالى إن دي صفة الأنبياء الأولى. بسم الله الرحمن الرحيم، الكلام في سورة الأنبياء. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. تأمل، توقف وتأمل، لما ربنا يوحي للأنبياء حاجة طريقة يعيشوا بيها، فعشان إحنا كمان نقلدهم ونعيش زيهم. طب يا رب أنت أوحيت للأنبياء بإيه؟ وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم، واحد، فعل الخيرات. تيجي الصلاة بعدها، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. فشايف ترتيب القرآن ده مش ترتيب عبثي، ده ترتيب كلام ربنا سبحانه وتعالى.